السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة وعافية ودائما يا رب العالمين. اليوم راح نتكلم عن أسهل فيزا شنغل، عن أسهل فيزا شنغل دولة أوروبية تنطيها، بس هاي الدولة مو بالاتحاد الأوروبي، وهاي الدولة لا هي بلغاريا ولا هي التشيك ولا هي السويسرا. اذا كنت انا تفكر انه اي صحيح هي مو بالاتحاد الاوروبي بس تطي شنغن، هي سويسرا، لا هي مو سويسرا. تتكلم اللغتين، تتكلم اللغة الانجليزية وتتكلم اللغة السويدية، بس هي مو السويد لان السويد عضو بالاتحاد الاوروبي وهي مو عضو بالاتحاد الاوروبي، بس هي مسوية اتفاقية ويا الاتحاد الأوروبي وعدها فيزا شنغل. 98% من الفيزا الشنغل هي تنطيها هاي الدولة. الدولة الأولى على الاتحاد الأوروبي ككل بإعطاء الفيز. تقدر تدخل على صفحتها بوزارة الخارجية مالتها وتشوف الدول المؤهلين لإعطائهم فيزة الشنغل من هاي الدولة. على كل وزارة أو كل دولة بالاتحاد الأوروبي على الصفحة الرئيسية مالتها مال وزارة الخارجية راح تلقى الدول المؤهلة لإعطائها الفيز الشنغل. هاي الدولة عندها صفحة الخارجية مالتها وين المؤهلين بإعطائهم الفيز المسموح لهم بالفيز الشنغل، منها العراق، منها ليبيا، منها الأردن، منها لبنان، ومنها مصر وتونس ومغرب واليمن. هاي الدولة إلك حق تختلف عن باقي الدول الثانية، بهاي الدولة إلك حق بتقديم اللجوء الإنساني من داخلها إذا دخلت لها بفيزا شنغل أو فيزا سياحية شنغل. باقي الدول الاتحاد الأوروبي تواجه صعوبة بهذا الموضوع، بس هي بالذات إلك حق بطلب اللجوء عند وصولك لورقة الاتحاد الأوروبي أو فيزا الشنغل مع الاتحاد الأوروبي بيها. هاي الدولة راح أقرب لك التصوير إليها. هاي الدولة ما عندها طرق برية تربطها بأي دولة أوروبية بالاتحاد الأوروبي. لا تفكر بنيوزيلندا، نيوزيلندا قريبة على أستراليا من جهة إندونيسيا شرق آسيا، نيوزيلندا وأستراليا. أنا أتكلم عن أيسلندا، تتكلم اللغة الإنجليزية ويتكلمون اللغة السويدية، أو ب 98% من سكانها يتكلمون اللغة الإنجليزية. أيسلندا جزيرة قريبة على النرويج. طبعا الأكثرية يعرفون أيسلندا بالقطب الشمالي، لا أيسلندا مو بالقطب الشمالي. أيسلندا خطوط العرض مالتها هي نفس خطوط العرض تدخل على الحدود الأمريكية الكندية أو مقاطعة كيبك بالذات، يعني جوها نفس جو كيبك 100%، شتاء بارد، درجة الحرارة توصل 20-25 تحت الصفر، 4 أشهر صيف مثل هنا أنا صيف، وبعدين الربيع والخريف والشتاء والثلوج، هي جوها مثل جو كندا. بس التفكير انه ايسلندا بالقطب، ايسلندا باردة جماد، لا ماكو من هذا الكلام. ايسلندا ومسوية اتفاقية الشنغن ويا الاتحاد الاوروبي، انطيق ضمان 100% من تقدم على فيزا سياحية الى ايسلندا يقبلوك. انا شو حسوي من اوصل ايسلندا؟ أيسلندا تنطيك لجوء، عندك عدة طرق للوصول إلى أيسلندا.
أول طريق هو التطوع في العمل في البيئة أو في البراكين أو في التربة وكذا وكذا في أيسلندا. الطريق الثاني هي عن طريق الفيزا السياحية الشنغن. الطريق الثالثة عن طريق الأمم المتحدة، وأنا مستبعدها ما راح أتكلم عنها لأنها صعبة وتأخذ فترة طويلة، فترات طويلة. أنا أتكلم عن الفيزا الشنغن مالتها، أنطيك ضمان 100% تحصل على فيزتها إذا كان جوازك عراقي أو إذا كان يمني أو إذا كان ليبي أو إذا كان لبناني. تستطيع من داخل أيسلندا التقديم على اللجوء. بصمة دبلن إذا أنت في الاتحاد الأوروبي ورفضت ورقتك أو رفض طلب لجوءك، اذهب إلى أيسلندا لأن أيسلندا تقبل بلجوءك، وكثير من الجالية العراقية هناك. روح شوفوا الجالية العراقية والسورية، كلهم جماعة اليونان اللي مبصمين باليونان وألمانيا، مرفوضين طلبات لجوءهم. هم بأيسلندا وماخذين لجوء بأيسلندا وقعدوا. أنطيك اللجوء مالتها 3 أشهر تأخذ لجوء، لا هي سنة ولا 6 أشهر. يعني إذا قدمت لجوء من داخل أيسلندا، هسه بألمانيا تأخذ لها سنة وسنة ونص ومحاكم وجيب محامي وودي محامي، هولندا فرنسا الطول وتعرض. أيسلندا ما بيها هذا الكلام، بريطانيا هم الطول وتعرض لأن عليها هم بوابة مهاجرين من يطلعون من فرنسا للجوء. أيسلندا ما بيها، ليش؟ لأن ما بيها زحمة، ما بيها ازدحام على طالبين اللجوء، لأن هي بالمحيط وقريبة على النرويج. هاي أولا. ثانيا طلبات اللجوء مالتهم جدا قليلة، وطالبين اللجوء اللي يجون يدخلون أيسلندا ويطلبوها جدا قليلة. لهذا فأنت تقدر أنطيق ضمان أنك إيش قد يعني النسبة، تقول لي أنا حس نفس سؤالك هذا راح أجاوبك عليه، إيش قد نسبة اللجوء اللي أقدر أحصلها هناك؟ 100% خلال 3 أشهر تحصل على لجوء داخل أيسلندا. أيسلندا بيها تأمين صحي، بيها ضمان اجتماعي، عندهم راتب، عندها جميع المكونات. اقتصاديا هي الرقم يمكن 12 أو 11 على العالم كله اقتصاديا بالشغل وبالعمل. راح تيجي تقول لي أني أعرف أني سامع يجون يحكوا لي ما بيها شغل وعمل، راح أقول لك المتشائم. أنا أعرف ناس عايشين بكندا وعندهم جنسية كندية، من يروح للعراق ويسأله بالعراق شلون هنعيش بكندا، راح يقول لك من الصبح لليل شغل، راح يقول لك ماكو طلعة ماكو طبة الدنيا برد. راح أسألك سؤال أنت جاوب ويا نفسك أو اسأل هذا السؤال ويا نفسك، راح أعطيك إياه. اليوم اللي تعمل به مثلا بالعراق واليوم نفسه تعمل بيه بكندا، اليوم نفسه تشتغل بيه بكندا تحصل 3 أو 4 أضعاف نفس اليوم تعمل بيه بالعراق، مع الفرق انه العايش انت مثلا في كندا او في ايسلندا، هذا اليوم نفسه تحس بانسانيتك اكثر ما انت تحس بهذا بنفس اليوم اللي جاي تشتغل بيه بالعراق فوق 1,000,000%. اليوم نفسه هذا الجاي تشتغل به مثلا في أيسلندا إلك تأمين صحي، بس بالعراق ما عندك بيه تأمين صحي. فأنت لا تستنتم، لا تسمع ماكو شغل والشغل بس لأصحاب البلد وهذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام. شلون هي 11 عالميا على العالم ومتفوقة على أمريكا وهي ما بيها عمل؟ فهذا الكلام لا تدخله بمخك.
إذا هو ما عنده عمل هناك في أيسلندا، ليش باقي في أيسلندا؟ أو هو ما عنده عمل في كندا، ليش باقي في كندا؟ ليش ما يرجع لوطنه؟ المهم نرجع نكمل على أيسلندا والفيزا الشنغل. فيزا الشنغل إلى أيسلندا أسهل فيزا بالكل الاتحاد الأوروبي، ورقم واحد بالاتحاد الأوروبي هي الطنطفيس، والفيزا مضمونة 100%. من تدخل أيسلندا تقدم على طلب اللجوء، إلك حق بتقديم على طلب اللجوء بكل سهولة. أولا شروط المؤهلة لطلب اللجوء: أن يكون عليك خطر على حياتك في وطنك أو في بلدك. اثنين، أن يكون عليك أنت أو على أهلك خطر على حياة أهلك بسبب آرائك السياسية أو الدينية. ثلاثة، تكون عندك تجمع سياسي أو ديني. والأربعة، الميول الجنسي. خمسة والأخيرة، إذا كان بلدك تحت بند الأمم المتحدة يوجد حرب داخل بلدك. هاي كل هالنقاط تأهلك لتقديم طلب اللجوء من داخل أيسلندا. أيسلندا تقدر تقدم على فيزا شنغل من داخل العراق، تقدر عن طريق السفارة الإسبانية أو عن طريق السفارة الفرنسية أو عن طريق السفارة الإيطالية. أيسلندا فيزتها جدا سهلة ومتطلباتها ما بها عراقيل، وحتى فيزتها ما بها عراقيل، يعني سعر الفيزا مالتها 80 يورو أو 80 أورو للشخص البالغ، وتقدر تصطحب عائلتك وياك بهاي الفيزا، والأطفال يمكن نص القيمة، يعني حوالي 35 أورو للشخص للطفل، والكبير من فوق من 18 فما فوق حوالي 80 أورو، وتقدر تسوي لعائلتك. ما بيها عراقيل صعبة، يعني مثلا يريدون جواز سفر صار المفعول مدة 6 أشهر. اثنين، يريدون صورة أو صورتين للفايل. ثلاثة، الحساب البنكي. طبعا أنا تكلمت وأتكلم عن الحساب البنكي، لأن أي شخص يسمع حساب بنكي يفز، يخاف، يصعب الأمور. الحساب البنكي جدا سهل أخي العزيز، وخاصة في بلادنا، يعني في مثلا في العراق أو في لبنان، أو حتى إذا كنت عايش في تركيا وتريد تقدم على فيزا أيسلندا، ترى كل السهلة هاي الفيزا. يعني أكو مكاتب اختصاصهم هذا الموضوع، أكو مكاتب اختصاصهم إنهم يقدمون ويسووا لك حساب بنكي ب200 أو 300 دولار وينطوك فلوس، تنطيهم فلوس يسووا لك الحساب ويطوك إياه حقيقي. أو إذا تريد تنزل من السوق تشتري لك حساب بنكي، بس لا تخاف، لأن هو ما يقدر يروح يتكلم مع البنك ويقول له تعال أعطيني كشف حساب لهذا الشخص، لأن هذا الشخص أرسل لي أوراق. هذا الكلام لا يوجد. هاي المتطلبات: جواز سفر سعر المفعول، حساب بنكي، صورتين، وتذكرة الطيارة اللي تطير بيها على أيسلندا. يعني حتى فيزا ترانزيت ما تحتاج بالاتحاد الأوروبي، من تنزل مثلا من تطلع من هنا على فرنسا أو على اليونان أو ترانزيتك أو على هولندا، ما تحتاج فيزا ترانزيت، لأن أنت عندك فيزا شنغل على أيسلندا، وانطيك ضمان 100% إذا كملت هاي الأوراق كاملة بالطريقة الصحيحة تحصل الفيزا خلال 3 أسابيع، وإن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك، وسوي مشاركة حتى صديقك يستفاد من هاي المعلومات عن أيسلندا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.